الريتيك مبروك، يبقى تيجي على وجهك نبلش منها. دير بالك يجي على عين، جاء على عينك. يلا عادي ما صار شيء. مو قال لك دكتور هذا ابر 6؟ ابر 6 ما هذا مشتغل حشوة؟ طبعا مدارس حتى ورا البنت وتباوي. بعدين شنو؟ ناخذ نوصل بيناتهم. طبعا الزاوية معينة ما نوصل دارك ويا ال اوكي اركب على المناطق اللي انا ما نزلت بيها بالدكت اورينتيشن جروب. هذا بي لايت ماشي نجيت على واضح لا والله ما هاي قد نزلنا 1 مليم هنا 1 ولا الضوء هنا 2 مليم من 1.5 الى 2 مليم هنا راح ننزل هواي لانه فانكشنال كات اذا راح نوصل 2.5 مليم بالفانكشنال كات اللي هو الباليت الكات راح نسوي هنا 1 ستيب بريباريشن اللي هي 1 طبعا على قد البير لانه هذا البير مالتنا 1.5 مليم دخل كله ولا بس نص؟ يعني ما ناخذ ما ندخل البير بير كله كله؟ هذا 1.5 مليم اوكي راح نبلش نسوي الفينشينج لاين مالتنا هلا شنو الاختلاف عن ذاك القديم؟ اختلاف ذاك هذا 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 بي قطه هوايه ذاك خفيف جدا على ايدك عليك عليك تشتغل هذا الشولدر؟ احنا كنا نقطع على هذا الشولدر نجيب لك اياه هو اساسا ديال فكها هذه راد لاختصاص الاسلام يا انا وانت تشتغل انت من قالك ترى لا ليش بعدين ننزل 2 ستيب بريباريشن من جهه الباليت شنو 2 ستيب بريباريشن يعني اول شيء جهه الفينيشينج لاين يعني من السيرفكس تو ذا ميدل ثيرد وبعدين نصعد من الميدل ثيرد تو ذا كلوزال ثيرد اللي هو يصير بيفل هذا طبعا 3 ارباع البير راح يفوت لانه شنو احنا نريد بس 1 مليم هاي الصفحه اللي هي راح تصير بنهايه كولر هذا ما من هذا بالضبط بعدين ايش راح اسوي هذا التو ستيب راح اوخر هذا شفت بظل عفي عليك دير بالكم شيء ولا ما كان كله طاب بس يلا خلاص يا حبيبي عينك بعدين ترى ما بيشنك انت شو اسمه اذا انت عارف مو يعني عادي مو صعب بس يعني هذا يجي لا لا دارك سهل لا لا مقرب راح اخليها محل هسه راح ناخذ شنو باو عندنا وينجز شفتوها اكل ويا البلاطه شنو هي دكتور والله بس تشوف الوينجز هاي اجنحه بصف السن اي ارض انت تعال الظهر طبعا لازم اجي بعد له وين كله لحق بعد ربط يوميا واحد يقول يس بدانا وكل شيء ما يفتح اقصد ما طبعا شين هو اصلا ما يباح حتى على الطلاب من هو خلصنا طبعا نعم اخاف والله العظيم والله هو شنو